يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال لأخيه في الله زوجتك ابنتي هذه الصغيرة التي عمرها 9 سنوات، فهل يكون هذا زواجا شرعيا علما بأن كلامهم هذا من باب المزاح؟ اي نعم، يكون زواج، والزواج ما فيه مزح، هزله جد، النكاح والطلاق والرجعة ما فيها مزح، هزلها جد. فإذا قال قبلت انعقد النكاح ولو كان هازلا. نعم انتهى. الله.